السيد المستشار وليد الطناني، الشيخ الصغير بيسلم عليكم كلكم وعقبال ما يبقى كبير. السيد المستشار وليد الطناني بارك الله لنا في عمرك. ايها الاخوة الكرام، عودا كريما الى ساحة القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ الدكتور أسامة الهواري، نبارك له على حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة الزقازيق، من جامعة الأزهر بالزقازيق، سائلين الله تعالى له التوفيق. يتفضل مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وتقطعوا أمرهم بينهم Father!
إنا له كاتبون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتقطعوا وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون كل إلينا وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وحرام على قرية أهلكناها لا يرجعون وحلم على قرية أهلكناها أنهم لا وتقطعوا أمرهم بينهم
فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحلم على قرية أملكنا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حتى إذا يأجوج ومأجوج حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء ما وردوها لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون.
لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون نسيد شخرس لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق وعدا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا حاضر يا سيدنا الشيخ محمد. وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا لا
يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب يوم تطوى السماء وعدنا علينا وعدنا علينا يوم تطوى السماء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا
لبلاغا لقوم عابدين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة. إلا رحمة للعالمين. إن في هذا لبلاغا. Oh,
إلهكم إله واحد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم. ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان. وربنا الرحمن المستعان. ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ولها قراءة على ما تصفون. أيها الإخوة الكرام، لقد
استمعنا لقارئ من النبلاء تلا من خواتيم سورة الأنبياء. مش هكمل لما تنزلوا. أحكم الوقف والابتداء جميل المخارج والهجاء الشيخ الدكتور أسامة الهواري الأستاذ بجامعة الأزهر كلية أصول الدين بالزقازية. شرفنا هنا في الساحة المحمدية بخالي العزيز السيد النائب محمد بيك مدينة، وفي الأرض فرحة وفي السماء زينة للبلاد الهادي نبيها. نتقدم بجزيل الشكر لحاج ياسر عزت وأهل الصافية عنهم الحاج علي الزهبي والحاج محمد العبد، كذلك أشكر الحاج عاطف موسى فضيلة الشيخ هاني سعد إمام الجامع الأزهر والأستاذ يحيى الجواري وأخي الحبيب مجد الدين. أقول له الكل يخشى الأسد وأنا أحذر الدين، لك في القلب نصيب. أستاذ عماد عبد العزيز السيدة النائبة المنتظرة إيمان عبد العزيز، السيد المستشار اسكندر السمير اسكندر، وما أجملها أن يكون معنا أهل الكتاب في ليلة سيد الأصحاب. كذلك أشكر أستاذ محمد السيد الطوخي، وأشكر أيضا الشيخ أحمد عبد الله عمران وضيف الكرام. كذلك أشكر الأستاذ المستشار طلعت بيك الرومي، مستشار محمد مختار القصبي والأستاذ ناصر القصبي أهل الخدة، كذلك السيد اللواء هشام بن هودة، وأسأل الله للرحمة للمرحوم الحاج عبد المقصود العمدة. كذلك أشكر لكل أهل العيادة وأشكر الحاج حمدي. Out, 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 out.